الدراجات، وبعد سواحل الغرب الجزائري ثم سهول متيجة، قافلة دورة الجزائر الكبرى للدراجات تحط بعاصمة الهضاب العليا سطيف في تسع مراحلها بمسلك ربط سطيف ببوقاع ثم سطيف مجددا على مسافة 129 كيلومتر. المنافسة عرفت دخول وافدين جديدين هما منتخبا روسيا واليابان، لكن التتويج كان من نصيب بييل هول من سنغافورة رياض جوران. وأكثر تفاصيل. ولأن الجزائر تسخر بتنوع جغرافي كبير، فقد تغيرت تضاريس دورة الجزائر الكبرى، فبعد سواحل الغرب والوسط الخلابة وقمم الشريعة، الدراجون يكتشفون هضاب سطيف العليا. ولم تخالف حفاوة الاستقبال تقاليد الضيافة التي عودنا عليها أهل المنطقة. المنافسة شهدت دخول منتخبين جديدين، اليابان وروسيا، اللذان كشفا عن أوراقهما منذ البداية عندما تزعما الكوكب التي بقيت مجتمعة في الجزء الأول من السباق، ما عدا بعض محاولات الانفلات العابرة التي أوقفتها الكوكب والتي شارك فيها بعض الجزائريين على غرار مدني عبد الملك وحاج بوزيد. وعند الوصول إلى عقبة عين الروة، الإريتريون يأخذون المقدمة كالعادة، بينما بقيت روسيا، اليابان، سنغافورة تراقب السباق عن كثب. المنحدرات الحادة والوعرة زادت من السرعة وأفرزت هروب أربع دراجين انطلقوا نحو المقدمة، قبل أن يصنع دراج فريق سنغافورة يين هون الفارق في الكيلومتر الأخير، محرزا المرتبة الأولى، تلاه الروسي شايموراتوف، وأخيرا الإريتري مكسب ديبيسي. بهذه النتيجة انتظرت طويلا هذا الفوز. جبت بالأجواء المحيطة بالسباق، ورغم التعب تمكنت من إحراز المركز الثاني. المرحلة العاشرة المقررة غدا تربط سطيف بدهامشة والعودة إلى سطيف على مسافة 112 كيلومتر. يعقد المجلس